بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعين قناة سيلة للإنجليزية وفقرة معلومة مستخبية في اللغة الإنجليزية، عدنا إليكم سريعا نتيجة لاشتراكنا إليكم ونتيجة إن إحنا بنشعر بالسعادة إن إحنا نكون موجودين معكم دائما. نقدم كل ما هو جديد ونساعد الآخرين ونفرح إننا نكون معهم، لأننا عندما نخبر الآخرين بمعلومة ليس هذا معناه ان احنا بنقول حاجة مش معروفة، ولكن بنحاول نساعد بقدر الامكان ان احنا نجيب حاجة غير مألوفة. النهاردة معنا معلومة بسيطة جدا، الكل يعلم من متعلم اللغة الانجليزية والمتدربين على اللغة الانجليزية ان في اختلاف كبير، there is a big difference between the meaning of the tenses اللي هي معاني الازمنة. يعني الجملة بتبقى قدامنا واضحة ولكن لها معنى وراء السطور في الأزمنة المختلفة، أوكي؟ يعني إحنا عندنا مثلاً الـ present perfect له معنى والـ present perfect continuous له معنى تاني مخالف. تعال نشوف الجملتين اللي إحنا جايبينهم النهاردة عشان نعرف إيه الفرق في المعنى بينهم. يعني لما أقول هنا واحد بيقول I have waited for an hour exactly، أوكي؟ وهي نفس الجملة I have been waiting for an hour exactly، أوكي؟ لو أنا جيت أترجمها إن أنا منتظر تقريباً لمدة ساعة بالضبط، تمام، دي الترجمة بتاعتها. ولكن is there any difference between the two sentences؟ طبعا في اختلاف ويكون كبيرا بين الجملتين. يعني هنا مقول ايه I have waited for an hour exactly، this means that the action is completed، يعني معناها الاكشن اكتمل، الحدث اكتمل. يعني the speaker doesn't intend to wait any more. معناها الكلام اللي انا كتبته ده معناها ان المتحدث هنا ما عندوش اي نية ان هو ينتظر بعد ذلك، يبقى طفح الكيل زي ما بيقولوا. يعني انا هنا ما عدتش منتظر، اوكي. اما هنا I have been waiting for an hour exactly، هنا بنقدر نقول the speaker is complaining، يعني اللي بيتكلم بيشكو، ولكن he doesn't intend to stop waiting، يعني معناه he is still waiting، he will wait for another period، اوكي. يعني هو هنا بيشكو فعلا من الانتظار ولكن مش في نيته to stop waiting، يبقى he doesn't want to stop waiting. طيب ده جاي منين بقى؟ جاي من سبب ان المضارع التام بيدل على اكتمال الحدث، اوكي، اما المضارع التام المستمر بيدل على استمرار الحدث in the future، اوكي. يبقى ديت نقطتين بسيط جدا ولكن بيعبروا عن حاجات ممكن تكون بين السطور. اما بالنسبه للفقره الثانيه النهارده فمعانا مجموعه من الكلمات والمصطلحات المهمه. هنا بنشوف كلمه associate with، معناها يربط بين، يعني في علاقه كونكشن او ريليشن شيب بين شيء وشيء اخر. يعني مقول ايه هي associates this brand with good quality، يعني معناها انه بيربط بين الماركه دي بالجوده العاليه. يعني some people associate the sun with happiness، others associate rain with sadness، يعني بيربط الشمس بالسعادة والمطر والشتاء بالحزن، اوكي. And so on، يبقى associate with يربط بين، يعني بيحدد علاقة بين كذا وكذا. كلمة associate اللي هو زميل العمل او friend صديق، يبقى associate يعني he is one of my close associates اللي هم احد زملائي في العمل او احد اصدقائي associate. يبقى هنا في فرق كبير بينها كاسم وكايه كفعل. في عندنا مصطلح تاني معروف اللي هو space. لو احنا تعاملنا مع كلمة space كفعل معناها يضع الاشخاص او الاشياء على بعد مسافة من بعضهم البعض، يعني both people or things far from each other on the distance from each other، اوكي. بس هنا لو استخدمناها بمعنى اسم معدود countable ده معناها فراغ. وطبعا في سؤال دايما احنا بنشوفه fill in the spaces، فلذلك بتلقى فيه اس هنا يعني معدود، يعني فراغات، يعني املأ الفراغات زي ما احنا بنشوف في الامتحانات بتاعتنا. اما كلمة outer space اللي هي uncountable معناها اللي هو الفضاء الخارجي وهنا لا تعد. الصفة منها spacious
معناها فاست يعني فسيح او واسع جدا، متسع بشكل كبير جدا، اللي هو سبيشس. ماشي، هنا بقى بنشوف صفه تانية، سبيس اوت او سبيسي، معناها انا ان اوير، يعني غير واعي اوف ذا things around them of what is happening around them because of taking drugs or so on، يعني على غير وعي نتيجة تناول العقاقير أو المخدرات وهكذا. أوكي، يبقى هنا معنا مصطلحات جميلة جدا، associate with، associate، space بمختلف معانيها كاسم وكفعل وكصفة. أعزائي، كنا في قمة السعادة أن احنا معاكم، ونوعدكم أن احنا سوف نأتي مرة أخرى بكل ما هو جديد. أتمنى أن يكون وجودنا مفيد بالنسبة لكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله مع معلومة مستخبية في اللغة الإنجليزية.